ورحمة الله وبركاته. هذه خاتمة الحلقات في حواراتنا مع المحامي سليمان الجبوري. توصلنا معه في الحلقة الرابعة وتوقفنا عند مذكرات علي حسن المجيد. نكمل معكم ومعه الحلقة الأخيرة. مرحبا بك. أهلا ومرحبا. بالختام الحلقة الرابعة قلت لك أكو مذكرات كاتبها أو قصاصات ورق كاتبها علي حسن المجيد، قلت عندي. نعم. شنو أبرز في بها وشون كتبها؟ يعني كتبها لكي لا أجانب الحقيقة سأتحدث، يعني مقتبسات نص سأخذ نص من هذه الحديث إذا سمحت لي. طبعا يتحدث عن تقبيل يد الرئيس. أكثر من مرة قام بتقبيل يد الرئيس، وتحدث في المرة الأولى التي قبل فيها يد الرئيس عندما خطب كريمة الرئيس السيدة الفاضلة راغب صدام حسين إلى المرحوم حسين كامل. قال له: كانت المرة الأولى حين طلبت منه ابنته كزوجة لابن أخي، كانت إجابته رحمه الله: هذا ابن أخوك وهذه ابنة أخوك، وبإمكانك تزويجهم دون الرجوع لي، لأن أبو حسن يمون على جميعنا. ولم أستطع إجابته إلا أني نهضت ومددت يدي، وحين صافحته قبلت يده اليمنى. والثانية بعد أن استطاع الشيطان الرجيم أن يفرق بين الأحبة، والقصة المعروفة بعد هروب ابن أخي حسين كامل. نعم. وحين تم انتخابه رئيس الجمهورية 79. نعم. وحين تم انتخابه رئيس الجمهورية العراق، وقبلها كثر حديث المغرضين، ولأقطع دابر هذه التقولات الكريهة قمت بتقبيل يده. مكان آخر يقول: تم إبعاد الرفيق سلطان هاشم، ومن ثم الرفيق علي حسن المجيد، بعدها الرفيق صابر الدوري، ومن ثم الرفيق فرحان جبير، وأخيرا هو أمر بإبعاد طاهر العاني ليحافظ عليه في نقل ما يدور بيننا إليهم للأسف. وحين نزلنا إلى ملجأ الزنزانات في مبنى القيادة القومية، وجدت الشهيد كتب شعر يتغنى برفاقه مزهوا بهم على وقفتهم حين تعالى الهتاف. هذا الذي ورد في بعض، يعني في مذكراته أو ذكرياته. كما تحدث أيضا عن معاداة رئيس الهيئة لكل كلمة تفيد المتهمين، وانتهج نهجا استفزازيا مبتدئ بمحامي الدفاع. يلا المهم هذه بعض المحامي العزيز أبو عمر بدي عارف. وكان طاهر العاني يجلس معنا أحيانا لفترة قصيرة جدا، ويعود إلى غرفته ليؤدي الواجب المكلف به، ويكتب ما يريد كتابته، ويرسله مع الأمريكان إلى الصفويين في المحكمة. الحديث في هذا الشأن له خصوصية. في الجلسة الأولى كنا أنا عرفت بنفسي أنه المحامي من الموصل وسليمان الجبوري، وقلت له أنقل لك تحيات أهلك في الموصل، والرجل حياني ورحب بي، ومعي محامين العراقيين والعرب والأجانب. هاي صباح ذلك اليوم عبر الشاشة التلفزيونية كان يستمع إلى كل واحد منا ماذا لديه ليقوله بدون استثناء. فأنا تحدثت معه بأمور، سألته أسئلة، وهذه الأسئلة موجودة، أجوبتها موجودة لدي، يعني ثبتت الأجوبة بصراحة. أريد نصا أذكرها يعني بشكل سريع، مو أقراها قراءة. قلت له: أن أبناء شعبك يسلمون عليك. زين. الأسئلة شنو؟ سألني عن أدائه بالمحكمة، كيف كان أدائه. قلت له: أنه إذا كان ممتاز وجيد، يعني هذه كلها ملاحظات مثبتة. قال لي: هل أنتم راضون عن أدائي، وهل كنت موفقا في الإجابة؟ وابتسم ضاحكا. قلت له: نعم لقد أبدعت. قال: هل تعتقدون أن صدام حسين يضعف ورفاقه أمام من يقوم بدور بوليسي واطئ ودور مكيدي؟ ليس بحثا عن الحقيقة، أنا لا أقول كلام إلا متأكد منه. وقال: أنا ما أخزن في ذاكرتي، يعني أشبع ذاكرتي بمعلومات عادية ما لها قيمة. أنا كنت أحفظ أسماء أنواع الأسلحة وأسماء ومصادر
يعني تمويله، فكنت اتصل بال من يقوم بشراء السلاح على ان يذهب الى البلد الفلاني والبلد الفلاني ويشتري السلاح الفلاني. هذا من جهه، من جهه اخرى انا بطبعي لا احفظ الامور التافهه والبسيطه والتي ليس لبلدي حاجه بها، ولا اجعلها تاخذ مساحه من عقلي، وانما اوظف هذه المساحه في حفظ الامور التي لبلدي حاجه بها. انت اسئلتك شنو سالته وجاوبك؟ قال انا قلت له شو وضعك بالمعتقل؟ سالته عن وضعه بالمعتقل، قال انا صبور في السجن، ولكن قياسي للسابق كانني مسجون من شهرين وليس من سنين، واحسب السنين عندما تمر سنه بالرقم وليس بالايام. وفي المعتقل لا يسمح لي بقراءة الصحف أو الاستماع للراديو أو مشاهدة التلفاز أو الاتصال هاتفي مع عائلتي، ولكن عرضت علي زيارات والاتصال هاتفي قبل سنة ونصف، ولكني رفضت لأن المكالمات تخضع للإنصات من قبل الأمريكان، وأن الزيارات أرفضها لأنه قال من يجون ذوي المعتقلين يتعرضون إلى مذلة ومهانة، وأنا مالي لبناتي وعائلتي يتعرضون إلى مهانات، فرفضت هذا الأمر. شكر الدول العربية التي وقفت مع العراق، وقال بالحرف الواحد شكرا للعرب على مواقفهم التي وقفوها مع عائلتي وقيامهم بدعم هيئة الدفاع. هذا ما يتعلق بالأردن لأن مكتب الدفاع كان في عمان، أعتقد أهله أيضا في قطر تم يعني إيواءهم. أنا قلت له السيد الرئيس أن العراق له أفضال كثيرة على العرب، فأجابني قال لي فعلا نحن لنا مواقف كثيرة، وأنا بمؤتمر ما صار مجال تحكون عن قصة القبض عليه على اللحن. أبدا لم يحدثه أحد ولم يجرؤ أحد على أن يسأله عن قصة القبض. كل المحامين، أنا لم أكن حاضرا عندما تحدث إلى المحامي حول أسره، لكن أخذت الموضوع من طه ياسين رمضان ومن أخي سراوي نعم. باعتقادك فعلا هو دز رسائل للحكام العرب؟ بقناعتي إيه؟ لم يرسل أي رسالة حاكم عربي. ليش؟ سأقول لك سأورد لك مثلين. المثل الأول، كنت حاضرا في لقاء جمعني والمحامي بديع عارف في مبنى المحكمة، لم يكن أحد غيرنا. أنت مع الرئيس؟ نعم، التقينا بالرئيس عبر شاشة تلفزيونية. بديع عارف قال له سيد الرئيس سأذهب إلى كردستان للقاء بسيد مسعود البارزاني، هل تريد أن أنقل لك أنقل له شيئا من عندك؟ قال له لا أريد شيئا، أنا في هذا الوضع والحال لن أطلب شيء، وسكت. قال له هل أسلم لك عليه؟ قال له عندما أكون في ظرف ووضع آخر لكل حادث حديث. لكل حادث حديث. وهاش تستنتج منها؟ هذه أستنتج منها بعدين عندما طلبوا يعني رامزي كلارك أمامنا وحضور المحامين العراقيين والعرب والأجانب ما هو معانا، طلب منه أن نقل المحاكمة للمحاكمة ماله، فرفض، قال أنا صدام حسين ولدت في العراق وأعيش في العراق وسأموت في العراق. المحامين هاي نصوص أنا أتكلم لي شخصيا، قال عندما يصير المجال لي للحديث. الحديث شجون، يعني حضرتك تسألني ماذا سألته وماذا جاوبت، سأتحدث معك بتلقائية يعني بعفوية لكي أصل إلى النتيجة. قال ماذا أتوقع من الأمريكان غير أن يعدموني؟ كان يتوقع إعدامهم. أمريكا مع القوي وأمريكا مع الواقف نصا أشهد الله على ما أقول، وزملاء لي يسمعونني قد يدلوا بدلوهم. يعني هذه المواقف تستنتج منها أنه ما يستعطف، يعني ما كاتب رسالة للرئيس العربي كما ورد. نعم نعم، والله سمعته بأذني ومعي محامين، قال لا تترجون لي ولا تكتبوا ولا تطلبوا من حاكم عربي أن يعني يتدخل في قضيتي او يطلب لي، لا لا انا لا اقبل، انا صدام حسين اقسم بالله العظيم. اتمنى هناك تسجيلات محفوظه في المحكمه في الارشيف، كل لقاءاتنا بالرئيس ورفاقه مسجله ومصوره، احاديثه واحاديثنا. حدثكم عن اتمنى انتظر العلن. حدثكم عن تحقيقات الامريكان؟ حدثنا عن
تعرضوا للتعذيب كما حدثنا آخرين طه ياسين رمضان وكثيرين. الرئيس مرتين عملوا له عملية، مرة عملية الإصبع ومرة عملية فتق في مستشفى بلد الأمريكي بلد قاعدة بلد جوية. نعم الرئيس قال لنا بعد استشهاد المحامي خميس العبيدي أضرب على الطعام، وقال لن يعني أتخلى عن الإضراب إلا بعد أن يفقدوا طلباتكم بتأمين الحماية. وفعلا أضرب وأضرب ومع قسم، لأن قسم مرضى ولديهم أمراض يعني سكري وكذا، فما استطاعوا أن يصومون. وعرف الرجل قال أنا سأبقى. أخذوه إلى كعب، هذا مؤكد هذا الكلام، ووضعوا أنبوب في أنفه وأنزلوا سائل في معدته بالإجوار. نعم بالإجوار. نعم نعم ونقلوه يعني وتعب الرجل من وأرسل علي. جاءوا الأمريكان في المحكمة، قال لو أن الرئيس لي يواجهك، قلت أنا لست وكيلا عنه، ليس لدي وكالة، والسياقات أن المقابلة تتم يعني عندما تكون وكيل. فقالوا لا بأس، هو يريدك، يريد يحكي معك. فالتقى بي عبر شاشة التلفزيون، سألني عن هل نفذوا لكم مطالبكم اللي قد قدمت فيها؟ قلت له سيدي ولا مطلب تحقق. قال لي اكتب لي، اكتبه لي. كتبته له وقدمته عبر الأمريكان، واستمر إلى أن وضعوا في أنبوبة في أنفه. ما كان يتحدث عن بناته، عن عائلته، عن يعني توصل لهم شيء كذا؟ هذا الأمر لم أكن أنا حقيقة. المحامي الزميل الأخ، شنو قصة القرآن اللي كان؟ هاي قصة تحتاج شرح مو؟ نعم. خلي نروح للفاصل ونرجع لها. مشاهد الكرام، وقفة أولى ونتواصل مع ضيفنا المحامي الأستاذ سليمان الجبور. مرحبا بكم. شنو قصة القرآن اللي يعني اللي لازمه واللي ولمن أنطى فعلا يعني هاي يعني ما زالت بها بعض المعلومات غير الواضحة؟ سأوضح بشكل دقيق قصة القرآن الذي كانت يحمله في يده وإلى لمن ذهب. وأنا وقفت على القرآن الكريم وصورته بيدي، وصورت من أهدي له المحامي الأخ بدر عواد المندر. القرآن الكريم وجده في قصر النور في المكان اللي كان معتقل فيه وأخذه. وجد عندما فتحه وجد أن طبعا كان محترق ونفض عنه الغبار. عندما وجد سورة الفاتحة غير موجودة ممزقة، كتب سورة الفاتحة بالسكاكر التي تعطى للأسرى المعتقلين من قبل الجيش الأمريكي، سكاكر ملونة حتى أن كل آية بلون زين الكتابة بخط يده وبالألوان سورة الفاتحة. بعد استشهاده قبل استشهاده أمر وأوصى بأن يهدى للزميل بدر عواد البندر لمواقفه ومواقف والده حقيقة، وكان معه في أمور كثيرة. ولعل أدعو زميلي بدر عواد البندر من هذا المنبر وحي أن يدلي بدلوه، لأن لديه كثير من الأسرار خاصة مع الرئيس. قبل إعدامه بكم آخر لقاء؟ آخر لقاء لي كان مع سيد الرئيس رحمه الله قبل 17 يوما من استشهاده. كان صادر قرار الحكم، قرار الإعدام. نعم. وكان معي الأخ بدر عواد البندر. دخلنا عليه، قبل أن ندخل قال لي أخي أبا إيثار عواد بدر، بدر عواد البندر ربع ساعة لك لكي تبقى مع الرئيس، ومن بعدها فسأحدثه بشؤون عائلية. قلت لك ما تريد. فدخلت، هذا آخر لقاء، وتحدثنا عن موضوع جلبه وتغيير الأوضاع. وقال
الأمريكان القائمين على حراسته كانوا يتعاملون معه بشكل جيد ويحبوه، لكنهم كان ينقلوهم بين فترة أخرى، ينقلوهم ما يبقوهم يعني شهر أو شهرين أو ثلاثة ويغيروهم. بعد صدور حكم الإعدام تغيرت المعاملة معه. قال الآن عندما أتوا بي يعني كان جندي على يميني وجندي على يساري، وبيني وبين السائق زجاج مصفح، يعني حراسة مشددة، وأخذوا منه الأجهزة. تحدثنا بأمور مختلفة، فالأمريكان جاءوا إلي قالوا ينتظرك المرحوم طه ياسين رمالي تلتقي به، فاعتذرت منه، قلت سيد الرئيس أنا أستأذنك لأذهب لمواجهة طه ياسين رمالي، قال لي سلم لي عليه، فنهض من كرسيه وعانقني قبلني قبلتين، قال هذه واحدة لك والأخرى لفلان، هو نجم ونجمان. أنا أخذت رسالة فيها قصيدة الشعر موجودة لدي، إذا سمحت ولو بيتين من الشعر أقرأ لك. قرأتها عليه في المحكمة فانفعل وأخذ يصفق، عندما صفق كان مقيدا، ظهرت أنه كان مقيدا بالسلاسل. التحقيقات اللي تمت مع المعتقلين من قبل الأمريكان بمحاضر اجتماعات تبقى بالمحكمة، والأمريكان عندهم نسخ منها أيضا، برأيك؟ الأمريكان عملوا فتنة كبيرة. شلون؟ التحقيقات اللي أجروها مع بعض المعتقلين سربوها، حتى لصالح الأمريكان سربت، وضعت في، كيف حصلت عليها أنا؟ وضعت في وثائق المحكمة عندما فرغنا الأقراص. سمعتوا أصوات ال قرأنا الوثائق وسمعنا بإذننا بعض الوثائق، شيء غريب، فلان وفلان وفلان. الذي حصل أني كنت أوزع على المعتقل، هلا في دجال لم يكن موجودا، لكن بالأنفال وما بعد الأنفال أحداث 91 وقضية إعدام التجار وقضية الأهواء، تشريف الأهواء والكرد الفيلية والبرزانيين، الملف بكامله أنقله لهم فيتم التداول فيما بينهم ليجدوا من وشى ومن تكلم بسوء عن قائده ومن أعطى شهادة سرية، كل الأمور انكشفت. يعني الأمريكان مقصودة يعني يبعثوها للمحكمة حتى. طبعا ما لها علاقة هي، يعني واحد أمام المحققين الأمريكان يتحدث فطلان أو فاضل صلفيج أو فلان، زين، لا بل أن قاضي التحقيق أشار إلى شهادة شخص ذكرته 16 صفحة والألوان صفراء وسرية، واضحة يعني الأمور مكيدة، وعمل فتنة بين المتخلين. أنا أعطي العذر لمن يعني للبعض ممن يعني وقف بهذا الموقف، لكن ليس جميعهم، هناك من تطوع. ليش تعذر البعض وما تعذر البعض؟ لم يكن الكثير منهم ملزما بأن يتحدث، لكن هناك من تطوع، هناك من أجبر وأرغم وعذب لكي يعترف، لكن الاعتراف التطوعي بالرغبة بدون قسر بدون إكراه ويتسامح. جوز الدافع هو حتى يعني لعله يفرج عنه. بالضبط، قسم يتسابقون لتقديم معلومات الأمريكان، يعني عندما يجرى تحقيق معهم يسأل سؤال لا يعلم بالإجابة، هذا السؤال يذهب إلى رفاقه في المعتقل ويسألهم، لا يقول لهم سألوني الأمريكان، لكن يتحدث لكي يأخذ موضوع ويتسابق ليرجع يعود لهم، يقول لهم سأتأكد ووافيكم بالجواب. وفعلا هذا حصل، هؤلاء الذين يعاب عليهم يعني هذه المواقف المخزية، ذول اللي يعني قدموا إفادات لصالح الأمريكان أو لصالح النظام الجديد بالعراق. نعم. يعني كافؤهم؟ أنا لا أعرف المكافآت سوى يعني شنو، مو فلوس أقصد، كافؤهم؟ طبعا طبعا، أطلق سراح الكثيرين أخي، واضح يعني الشارع العراقي يعرف، ذوي المعتقلين يعرفون، بس قيادة الحزب تعرف، بس أنت أوحيت بالإيحاء أو بالإشارة أو بالصريح انه هو طبعا تعاون وياهم، بس ما طلعوا طبعا. تعامل هو قال
مكتوب كاتب تعاون مع الحكومة، مع الحكومة العراقية ومع الأمريكان. منو أخو سبعاوي؟ حتى أن نعم وطوان سبعاوي كتب لأهله يقول لهم هذا موقف وطوان، كتب لي يعني أيضا لي كتب لي، يعني قال لي اكتب مذكراتي، قال لي اكتب مذكراتي. أنا كنت متابع دقيق جدا معهم، يعني الرئيس نفسه قال لهم عليكم أيها المحامون أن تتعلموا من أخوكم سليمان في مجال الإعلام والوسائل التواصل والإنترنت، استفادوا منه ليعلمكم. كنت تستخدم الكمبيوتر باللحظة. إيه هو سؤالي قصدي يعني مثلا أنت لا تقول بهاي الوثائق أنه طبعا تعاوني هم، بس ما أطلق صراحة ما تبسجل. هذا ما قاله أخو شقيقه أو ابن شقيقه وآخرين. بعدين عملوا بيان عندما قال يجب محاكمة القيادتين السياسية ويجب محاكمة القيادة سياسيا وجنائيا. من هو؟ وطبان أمام المحكمة تحدث بهذا الأمر. مشاهد الكرام وقفة، تواصل مع ضيفنا المحامي الأستاذ سليمان الجبوري. مرحبا بكم أستاذ سليمان. في بداية الحلقة تحدثت أنه رسائل من المعتقلين داخل السجن إلى عضو قيادة قطرية قاعد في سوريا. زين ليش ما دزوا العزة الدوري؟ هو قائد الحزب بعد صدام وطليق. للظروف التي تحيط بالسيد عزيز الدوري كان هناك عضو ارتباط بين المعتقلين وبين السيد عزيز الدوري من خلاله يتم تبادل الرسائل. يعني اكو رسائل للعزيز؟ نعم رسائل منه وإليه من خلال من الوسيط أستاذ صلاح المختار. يعني صلاح المختار كان ينقل للسجناء؟ صلاح المختار خارج العراق أصلا. صلاح المختار من خلالي وتواصلي معه منذ عام 2006 التحاقي بالمحاكمة، ولحد هذه اللحظة أنا على تواصل معه بشكل شخصي. يعني نعم المعتقلين يزودوك برسائل توديها أنت صلاح يوصل العزة؟ نعم نعم، يعني تحيات وسلام إلى الرفيق أبو أحمد مثلا من طارق عزيز، علي حسن المجيد، أحيانا لدي رسائل الأستاذ صلاح المختار بشكل خاص. نشكرك على اهتمامك ومتابعتك. يعني شو تضمن رسائل عزيز؟ يعني بيها نحن على العهد باقون بس ولم نستسلم، بس هتافات بيها معلومات ونتمنى لك التوفيق في مساعيك. وجاوبهم؟ نعم جاوب أكثر من 6 أعضاء قيادة في المعتقل، أوصلت رسائله إليهم من خلال صلاح المختار. مثلا الرفيق عبد عقل عبد الصقر، الرفيق سيف الدين المشهداني أيضا. أيضا رسائل تعبوية وشعارات لو بها معلومات. تحيات والسلام، وأنه نحن نسعى إلى إيجاد حل لإطلاق سراحكم وانتظر إن شاء الله تحقيق النصر وخروج المحتال. ما سرت معلومات عن سبب اللغز اللي خلى عزة مختفي كل هالفترة هاي، وليش هم كلهم ألقي القبض عليهم؟ هذا الحديث طويل و لا مجال لذكره في ما تبقى من هذه. لا لا اكو مجال يعني ايش قالوا يعني مثلا سمعت حديث الناس كثير وعبر وسائل الاعلام. ما يهمني الناس، هم نعم. هم المعتقلين رفاق عزة القيادة فريق القيادة الموجودين يعرفون انه موجود وفي الساحة، وانا لو لم يعرفوا انه موجود سأهمس لك بسر سيعلن. اخر الرسائل من طه ياسين رمضان يوجه بتسليم المسؤولية من قبل محمد يوسف الأحمد، تسليم المسؤولية إلى الرفيق عزت. توجه من صدام هذا الكلام؟ نعم، سلموا قم بتسليم المسؤولية وحافظوا على وحدة الحزب، وأنا أعلن أن القيادة الشرعية للبعث بقيادة السيد عزت الدوري لحد هذه اللحظة. هذه حقيقة كان عندهم. أنا قرأت الرسائل وقرأها معي من سلمت بيدي. هم في سلم في الدستور والنظام الداخل الحزب أن يتولى نائب الأمين العام. أدري هي مو عصمة تتحول من مسؤولي إذا ما عصمة. أيضا الرئيس أمر
بتسليم مسؤولية قيادة الحزب للسيد عز الدوري بأمانة. زين أنا لست يعني معنيا بالأمر ولا وين هاي الرسالة؟ نعم رسائل وصلت للسيد محمد يوسف الأحمد. زين ويعني في وقتها انزعج واستاذ كيف يعني زين القيادات نعم. القيادة الموجودة بالسجن يعرفون أكل انشقاق صار برا؟ هو ليس انشقاق. لا يسمى ليس انشقاقا. اختلف نعم. يا عبد الباقي السعدون سوى مرتد، اختلف يا محمد يونس الأحمد سوى منشق، يعني شنو؟ نحن لسنا أوصياء على حزب البعث، لديهم قيادة. أنت تقول شرعية. نعم. أنت تقول شرعية. لسنا في معرض التقييم والنقد، لسنا بقامة قادة في الحزب يعني يطلق عليهم مناضلون 30 أو 40 سنة. من هم يستطيعون؟ اللي سرب من تصريحات صدام حسين بالسجن، هل هو راضي على عزة أم إن من نتصور أنه العزة شق يعني شق عصا الطاعة خلاص طلع بغير طريق للأمانة وللتاريخ؟ تستطيع أنت والمشاهدين العودة إلى الرسائل التي نشرها محمد يونس الأحمد عبر وسائل الإعلام لترى ما موجود فيها. وأنا في وقتها قلت لمحمد يونس الأحمد نعم. هل صارت رسائل متبادلة بين صدام حسين وعزة بشكل شخصي؟ أنا لم أحمل رسالة من الرئيس رحمه الله إلى السيد عز الدوري، ولم أحمل رسالة من السيد عز الدوري إلى السيد الرئيس. بعد استشهاد الرئيس بدأت تتوالى الاتصالات بين المعتقلين والسيد عز الدوري من خلال الأستاذ صلاح المختار، وبعث الأستاذ صلاح المختار عدة رسائل. أصل الرسائل الموجودة لدي والصورة الضوئية أرسلتها له. محاضر التحقيق اللي إجا والشهادات والمذكرات والإفادات ورد اسم عزة الدوري؟ كثير ورد ودافعوا عنه، يعني دافع عنه السيد لطيف نصير جاسم في قضية قتل المصلين في صلاة الجمعة وبرأ ساحته ودافع عنه بقوة، يعني هذه شهادة للتاريخ، يعني واحد يقول ما له وما عليه. دافع عنه؟ نعم دافع عنه، والرجل أكد لك بقضية صلاح قضية صلاة الجمعة قتل المصلين في صلاة الجمعة. ما بتقصد استشهاد نعم صلاة محمد صادق صدر نعم من خلال الأوراق. الرجل ليس له أي ذنب وحكم مدى الحياة رغم اعتذاره. منو؟ السيد لطيف نصيف جاسم حقيقة. يعني أنا قلبت الملفات لا يوجد شيء يدينه، لا علاقة له بالموضوع، حتى أنه زار المصلين الجرحى في المستشفيات وعوائل الشهداء وتعويض لذوي الشهداء 1,000,000 دينار و500 ألف لكل جريح، والمحكمة ترضى لكنها محكمة سياسية بامتياز، وخصوم سياسيين هم قضاة وهم حكام يعني يقاضون خصومهم. صارت الأمريكان أرسلوا رسائل للتفاوض مع صدام حسين؟ هل هم الفريق الحاكم اللي بالسجن طلبوا تفاوض مع جهة معينة سواء كان حكومة طرف سياسي أمريكان؟ قبل استشهاد السيد طه ياسين رمضان رحمه الله أسر لي بمعلومة أن الزميل بديع عارف عزت طلب مواجهته في كامب جروفر والتقى به وقال له لدي رسالة من الأستاذ جلال الطالباني من الرئيس جلال الطالباني يطلب فيها عرض موضوع التفاوض عليكم. فأجاب قالوا لماذا يعني العرض للرئيس؟ قال له أن الرئيس صعب الميراث ولا يقبل بالتفاوض. قال أنا أقنعه. ما هو نعم. نحن في وضع لا يسمح لنا بأن نفرض شروطنا. كم من كان مجمد من الوظيفة وعلى قائمة نصف الراتب في 50% تقاضى راتب هكذا يعني ضرب لي مثلا. إلا أن بديع عارف الرجل اتصل بالسيد طارق عزيز، والسيد طارق عزيز بدوره اتصل بأرسل رسالة لعبد المجيد الرافعي كلف أحدهم بنقل رسالة جلال طالباني إلى الدكتور عبد المجيد الرافعي. وبعد أن علم السيد طاسمون قال لي يعني انزعجت من الموضوع وتكلمت بخشونة وبقوة مع السيد طارق عزيز وقلت له يجب أن توقف هذا الأمر.
لأن الرئيس موجود في السجن وقريب على الأمريكان وعلى العراقيين. من يريد التفاوض فصدام حسين موجود للتفاوض معه، أما غير ذلك فلا نقبل به، عليك أن تتصل. وفعلا اتصل طارق عزيز من خلال الأمريكان ببديع عارف، قال له تأتي الآن، وكان يوم جمعة. فعلا جاءهم السجن ووجهه طارق عزيز لزميل بديع عارف أن يتصل بالعبد المجيد الرافعي ويترك الأمر. ليش؟ ويوقفه. لا يريدون تفاوض من خلال خارج القيادة الأسيرة، القائد الأمين العام للحزب والقيادتين القطرية والقومية موجود أمامكم. هذه القيادة نعم. محسورة بالأسر المغلوب على أمرها، شو تتفاوض؟ من يتفاوض وياها؟ إذا ماذا ما رجل لبناني قيادة حزب بقيادة عضو قيادة قومية، ما علاقته بموضوع العراق من الناحية الإدارية والسياسية؟ يمثل نعم يمثل الشرعية. أعلى يعني نلغي هذا معناه أعلى مفصل قيادي بالحزب والقيادة القومية. نعم هذا معناه يلغى صدام حسين وعدم الاعتراف به وبرفاقه. لا لو هذا لو يقبل. لو نعم. أن التفاوض أخذ المسار المفاتحة صدام حسين يوافق كان ضمن الأجواء اللي كانت موجودة؟ لا أستطيع أن أجيبك بشكل يعني دقيق. لو كان الاتفاق الأمريكان توافقوا معه يعني هو ابدا مرونه بارسال رساله للشعب الامريكي في المحكمه، اعد رساله ومن خلال مكتب الارتباط الامريكي ضابط في المارينز حقوقي قدم لنا الرساله واستنسخنا الرساله واخذ الاصل، لكننا استطعنا ان ناخذ التوقيع الاصلي وموجود لدى مكتب الدفاع في وقت يعني في عمان وموجود عند أصحاب العلاقة. كان أكو موقف من عدم عودة الضباط والجنود السابقين بالجيش العراقي إلى الجيش الجديد؟ كلفني عدد من الرفاق البعثيين بصفتي أنه قريب من القيادة العراقية الأسيرة، فقالوا لدينا فكرة أن نشكل 3 ألوية من ضباط الجيش العراقي. هم اقترحوا؟ نعم بالتنسيق مع وزير الدفاع حازم الشعلان في ظل حكومة أياد علاوي. نرجو أن تنقل هذه الفكرة والمقترح إلى السيد الرئيس. منو قال لك من ذولا؟ من يعني بالضبط؟ يعني أتحفظ على أسمائهم. ففي وقتها نقلت الرسالة هذه. لمن نقلتها؟ السيد طه حسين رمضان رحمه الله، وجاء الرد بعدم الموافقة أنه لا تفاوض إلا من خلال السيد الرئيس. يعني هم طلبوا منك تروح لحازم الشعلان بدون لم يطلبوا مني أن أذهب لحازم الشعلان، نسقوا مع حازم الشعلان هم نسقوا وأخذوا موافقات لتشكيل 3 ألوية، وطلبوا مني أن أعرض الأمر وأخذ الموافقة من السيد الرئيس، والاتصال كان عبر السيد طه حسين رمضان. كل ما نقل من رسائل كانت يكتبها طه حسين رمضان ويمليها عليها الرئيس عند لقائهم في المحكمة في قضية الديجيل لكي ينقل إلى أصحاب الشان. ما كانت فكرة عند حزب البعث الجهاز الحزبي المجاهد يعني مفداية صدام المخابرات أن يسوون خطة لإنقاذ صدام حسين للأسف؟ نحن علمنا فيما بعد عن مكان وجود الرئيس في قصر النور وفي مكان من الصعب جدا اقتحامه. السيد علي حسن المجيد في مذكراته يشير إلى وضعهم في أماكن وزنزانات من الصعب جدا ومن المستحيل أن يتم إنقاذ أحد منهم. ونحن على حد علمنا ومعرفتنا ومن خلال مشاهداتنا وذهابنا كثيرا إلى مكان الأسر كانت هناك تحكيمات وتحصينات كبيرة جدا، ومن الصعب أن يعرف أحد بمكان الرئيس. نعم في قصر النور، لكن أين؟ في أي مكان من قصر النور؟ في البحيرة، بجانب البحيرة، في أحد. أنت زار بزنزانته؟ لم يزوره أحد في زنزانته. كل المحامين، أي محامي لم يزوره في زنزانته على الإطلاق. ليش؟ كانوا يأتون به إلى يعني المكان اللي كان معتقلين بها رفاقه. بالسرداب يعني تقصد؟ أي سرداب؟ بالكروبر تقصد؟ في كروبر، نعم، في كامب كروبر. هناك قاطعين.
شنو السر ما يخليكم تروحون للزنزانة؟ لا يريدون أن نعلم مكانهم، يتكتمون بسرية. وكان هناك يعني محاولات لاستهدافه في المحكمة، في المحكمة استهدافه بيش بالقصف بالكل شيء، يعني الاغتيال عندما كانوا يأتوا جزء المحكمة مستهدفة، مو هو المحكمة استهدفت مرتين ونحن نترافع والرئيس موجود، قنابل قصفت بالقنابل، قنابل توقع على المحكمة، على مبنى المحكمة، على مبنى المحكمة، نعم. على ايش ما ادري مستهدف بيش قدام مسه، لماذا لو كان هناك المقاومة هي التي، لو كانت المقاومة هل تقصف رئيسها؟ لا تقصف المحكمة، تقصف المحكمة نحن فيها ممكن. ويعلمون بوجودنا وبوجود الرئيس والبث حي ممكن، وتطفئ الأضواء. ومن يقول لك المقاومة بعثية؟ جزء مقاومة جزء قاعدة ذلك. من قال هي مقاومة بعثية؟ أنا لا أنسب هذا الأمر للمقاومة البعثية. لا مو مقاومة بعثية، قلت محاولة استهدافه، لا محاولة استهداف الرئيس. يعني عندما كانوا يأتون بي من كامب جروفر إلى المحكمة خوذة حديدية ودرع وأثقال، ويأتون به بطائرة، طائرتين، طائرة حماية وطائرة يصعدوا فيها. مسؤولين عراقيين زاروا عدل المحكمة، زاروا السجن، التقوا بسجناء. كان هناك بسام الحسيني، رضا الحسيني مسؤول الإعدامات ممثل المالكي، هو كان يتردد ويزور المحكمة، ومسؤولين أيضا جاءوا كشهود من حزب الدعوة في قضية الأحزاب الدينية. بالدقيقتين الأخيرة خلاصة القضية عندك شنو هي؟ شو تريد تقول؟ الكلمة لك آخر دقيقتين. أنا مواطن عراقي، ابن هذا العراق العظيم، عراق الحضارات، عراق التاريخ والأمجاد. أتمنى على القادة السياسيين أن يصحوا ويرعوا وينتبهوا إلى أبناء شعبهم، ويضعوا حل لهذه المأساة وهذه الكوارث التي يعيشها أبناء الشعب. ووجه نداء أيضا للمرجعية الرشيدة أن تفعل فعلها وتبادر إلى إجراء مصالحة وطنية شاملة، وعفى الله عما سلف ورحمة الله على الشهداء العراق الذين سقطوا ضحايا. لو هاي القيادة الآن الموجودة، الفريق القيادي الآن موجود، مر به الظرف الذي مر بصدام وفريق القيادي وفريقه القيادي، نعم، هل تترافع عنه؟ نعم بكل تأكيد. سبقني، راح أقول لك كلمتين، السيد لطيف نصير جاسم أنقذ 4 من الإعدام من حزب الدعوة على لسانه أمام القاضي. أنا نسيت أقول لك أني كنت محامي عن الرفيق محسن خضر عباس الخفاجي، الرجل المعتقل ومصاب بسرطان، وتم إجراء عملية له استئصال إحدى كليتيه من قبل الجيش الأمريكي، مستشفيات الجيش الأمريكي. هذا الرجل جاءت امرأة إلى المحكمة في قضية الأحزاب الدينية وشهدت بحقه وقالت وقف معنا وموقفة مشرفة، أعدم زوجي وكان أولادي أطفال صغار، والتزم بهم البعثيون ليسوا بهذا المعنى وهذه الصورة من البشاعة وال يعني عملية تشويه. ما حد قال بشاعة، يعني ليش الدافع يعني القضية يعني لا نطلق الأمور جزافا على الجميع، هناك أخطاء. أنا أقول لك أنا لم أكن راضيا عن كثير من الممارسات من الرئاسة إلى القاعدة، كثير أخطاء. إحنا أبناء شعب واحد، البعثيين أبناء الشعب العراقي، وأبناء حزب الدعوة أبناء الشعب العراقي، والمجلس الإسلامي الأعلى والتيار الصدري، كلنا تحت مظلة العراق. يجب علينا أن إذا سمحت لي أن نتكاتف ونتضامن لنعيد لحمة العراق وبنائه وإعادة الأمن إلى أبنائنا على الأقل. أنا أشكرك مرتين، مرة على استجابتك للحديث عن هذه التفاصيل والمعلومات المهمة والخطيرة، ومرة ثانية أشكرك على قدرتك على التوثيق، فأنت خزين بل خزانة أسرار مهمة معززة بالوثائق، لأن لا قيمة لأي معلومة إذا لم تدعمها وثيقة أو شهادة تؤكد صدقيتها. شكرا لك أستاذ سليمان الجبوري على هذه الشهادة للتاريخ. إن شاء الله ننتظر أن يصدر كتابك الذي يتضمن وثائق وأسرار ربما أكبر وأكثر مما تحدثت به. مشاهدينا الكرام، شكرا لإصغائكم، نلتقيكم في شهادات أخرى مع ضيوف آخرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا. شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. شكرا. أشكرك. شكرا.